Yes, behind there. Thank you. شكرا سيد الرئيس. I'm Mabior Shrillo, MBC العربية. هل ألقيتم القبض على أي شخص؟ أنت قلت أنهم they are hiding. هل قبضتم؟ يعني هناك بعض المعلومات بتشير أنه تم القبض على بعض منهم. سؤال أول. السؤال الثاني، إحصائية القتلة. نعلم قيل برضو أن هناك في ناس يستشهدوا في العملية اللي تمت في القيادة العامة. Thank you. Well, حتى لو تم القبض على جزء منه ما هنوري انه قبضنا كم وهم ناس منه لانه العمليه ليست جاريه فنحن لو من يتم القبض على الجماعه دي كلهم هنا هنوري اسمع بتاعهم لكن مش حاسة اما كلام بتاع الخسائر برضو انه انا ما على استعداد ما اشوف البداية لكن كان نوري الخسائر طبعا اي حرب لازم يكون في خسائر والخسائر لسه ما محصوره لما ننحاصر هنجي نقول لكم سمير بول سي تي في ما مصير الدكتور رياض مشار خاصا في اقاويل قالوا هو لجا للسفاره الامريكيه انا ما بعرف دي معلومه لو لجا للسفاره الامريكيه معناته هو سيف طبعا ونحن ما عرفنا كل سفاره امريكيه كان نطلعوا برا هناك اوكي سؤال اخير قمت خلاص اوكي عادل فارس الجزيره ساعتها قدرنا نعرف بس ملخص لنتائج اجتماع مجلس التحرير امبارح يقال انه طلع بمخرجات وافق على التعديلات واجاز موافقه اقاله فاغانو طبعا انا ما بعرف عربي اوكي نو بروبلم وانا ما بعرف انه معنى الاقاله ذاته ومعنى انه دول انه انا بعرف السلام ده الاقاله انه بتضم حاجات كثيره حتى انه تقول زول معاش ف الهدف من الاجتماعات بتاعت مجلس التحرير الوطني ده كان اجنده واحده بس انه بيزك دوكمنتس بتاع البارتي اللي هو المانيفيستو وكونستيتيوشن الدستور والميثاق بتاع العمل بتاع الحركه الشعبيه ده يعو الاثنين كان نادوبيو الاجتماع كان هجادل يجي يصادقوا لانه المكتب السياسي صادق عليهم في شهر 3 لكن انه ما لقينا الفرصه بتاع المجلس التحرير الوطني كان يجلس ويصدق على كلام العمل المكتب السياسي فنحن جينا صدقنا عليهم كله ما في تعديلات عملوه لو في اي تعديلات كان ما هاي ما كان هاي جديد اوكي شكرا جزيلا شكرا